أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الأسباب التي يتخذها الإنسان ليستعين بها على قيام الليل؟ الأسباب كثيرة. أولا العزم والنية أن يقوم فيعينه الله عز وجل. ثانيا النوم مبكرا، من أقوى الأسباب النوم مبكرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثالثا أن يجعل عنده ما يطيره، إما ساعة تدق وإما يوصي شخص يوقظه. نعم.